العليا المستقلة للانتخابات اتهامات بسوء تصرف بسبب تسريب تقرير أولي لدائرة المحاسبات كقاضية. هل يصح تسريب تقرير كهذا؟ وهل يصح اعتماده خاصة كوثيقة لإثبات أو لإطلاق تهم كهذا؟ احنا الحقيقة باش نعلمكم يكون عندكم فكرة ولا لا، انه احنا جمعية قضاة التونسيين قدمنا شكاية للنيابة العمومية بخصوص تسريب يعني مشروع، هو مشروع مش مشروع، هو يعني هي تقرير أولي ومسودة ملاحظات أولية فيما يتعلق ب معناها الهيئة المستقلة للإعلام. هذه أنا نعتبره عمل خطير جدا، أنه تصبح معناها وثائق المحاكم الملفات عفوا الانتخابات يعني وثائق هي عبارة على ملف راهو قضائي، معناها هو ملف قضائي يصبح يتداول في الفيسبوك. وأنا لهنا معناها أدين هذا الشيء، ولكن ما أستغربه، وهنا نرجع ديما استقلالية النيابة العمومية، ما أستغربه أين النيابة العمومية من ذلك؟ لماذا لم تحرك ساكنا؟ المفروض هي أول واحد معناها جهة اللي تقوم بفتح بحث في الموضوع، لماذا لم تقم بذلك؟ أنا هنا هذايا مثال حي اللي النيابة العمومية معناها مش قاعدة تقوم بدورة وقت اللي لازمها تقوم بدورة. وزارة الدولة قدم شكاية، لا هذه العكس، أي. قدم شكاية أي يعتمد هذا التقرير، هل يصح اعتماد هذا التقرير الأولي أو الملاحظات الأولية اللي شوف عليه. هو المفروض لا يعتمد هاتي التقارير إلا احنا حاجة وقتش تولي إلا لما تصبح نهائية، وقت تصبح فما تقرير واضح ومصحين عليه الرسمي، وقتها نقولوا راهو الجهة هذه ستسأل. أما مازلنا احنا في معناه مجرد ملاحظات توجه إلى الجهة المعنية باش يقولوا لها راهو عندك مثلا عندك نقص في الصفقة الفلانية، ما عندكش مؤيد فلان، باش عنده باش يجيبها، معناها هي مجرد ملاحظة. لكن هو الخطير لهنا سي سفيان، هو لهنا أنا كقاضي وك معناها نشوف معناها القضاء هل قاعد يقوم دوره لا، أنا ما نستناش حتى المكلف العام يقوم، لأن هذه المسألة تهم يعني الناس الكل، والنيابة العمومية هي تمثل معناها هي الدفع للمجتمع، وبالتالي لهنا ويني النيابة العمومية؟ هذا من جهة. ثاني حاجة أنا أتساءل مجرد سؤال كقاضي وكمواطن، كيف وصلت هذه الوثيقة إلى الحكومة؟ كيف وصلت؟ هو السؤال هذا يا مدام، هو هذه معناها زاد، وهذيك علاش احنا قمنا مش على خاطر الحكومه، احنا راه نرفضوا باش اي وثيقه يستعملها اي جهه، لانه القضاء لابد ان نحيده عن التجاذبات السياسيه وهالمشاكل. انا ما نستعملش وثيقه جيني في ملف تصوروا انت انا متعهده بملف وجيني وثيقه من عرش تهم طرف سياسي نجي نعطيها للطرف بين حق مثلا. هذي علاش احنا نقولوا راهو مازالنا بعاد ياسر.